اليوم رح حضر حلو مميز تقدموه بالعيد، معجوقة بالقشطة، شكلها كتير مرتب وطريقتها كتير سهلة. خلونا نشوف سوا كيف رح حضرها. أول شي عندي كوب بالفستق الحلبي نطحنه كتير ناعم، بعدين منضيف له 3 معالق طعام من سكر البودرة، نرجع منطحنه، لازم يطلع عنا ناعم مثل ما شايفين. نتأكد انه كل الفستق انطحن، وهلأ منضيف ملعقة طعام من الزبدة أو السمنة الحيواني، منضيف عليه كوب من السميد الخشن أو الوسط، ومنقلبهم لمدة 2 دقيقة على نار هادية. هون رح ضيف المي تدريجيا، أول شي بتضيفوا كوب من المي، رح يشربوا السميد فورا. منضيف عليه 1/2 كوب مي، وهلأ منضيف 1/2 كوب من السكر العادي، نرجع منضيف 1/2 كوب مي. كل كوب سميد بده 2 كوب مي و1/2 كوب سكر. هون النار جدا هادية وبضل عم قلب لحتى ينشف عندي السميد ويشرب المي، وهيك بيكون استوى. هلأ منضيف عليه الفستق اللي طحناه، ملعقة طعام ماء الزهر وماء الورد، شوي من ملون الطعام الأخضر، هيدا اختياري بس مشان يعطينا لون حلو، فيكن تستغنوا عنه ما رح يأثر على الطعمة. وهون منقلبها لمدة 1 دقيقة على نار هادية. هيك صارت عندي جاهزة، بتركها لحتى تبرد بحرارة الغرفة. شايفين العجينة ما أحلاها، كتير سهلة إنه تشكلوها. هاي القشطة اللي أنا بحضرها بالبيت موجودة على قناتي، رح أترككن رابط بصندوق الوصف. نفتحها بهاي الطريقة مثل كأنه عم نفتح الكبة، بس فتحها أسهل من الكبة بكتير، ومنحشيها القشطة ومنسكرها بكل سهولة مثل ما شايفين، بس القشطة لازم تكون باردة. وهلأ بحطها بفستق حلبي مطحون. إذا ما عندكن أي قالب تتركوها طابت، كمان شكلها كتير حلو. أنا عندي قالب السيليكون هيدا، بضغط ضغطة خفيفة مثل ما شايفين وبطلعها بكل سهولة أي شكل أنتو بدكن إياه. وإذا مستعجلين وما عندكن وقت تعملوا قشطة، فيكن تحشوها قشطة جيمر، كمان كتير طيبة، بس المهم تكون باردة. رح ساوي معكن وحدة تانية عشان فرجيكن سهولتها. بكل سهولة عملنا هيدا الصحن الحلو. هلأ رح أخذ معكن قطعة، وقت التقديم بتحطوا شوية قطر، هي حلوة بس بيتقدم مع قطر بيعطيها حلاوة زايدة مشان القشطة. رح افتح لكم اياها من جوا، شايفين شكلها كيف بشهي. بتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، والف صحة وعافية.